أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. وكيل أول حضرموت تتفقد مستشفيي ابن سينا والأمومة والطفولة ويطلع على مسار صحة ساحل حضرموت. المكلا تشهد تدشين الندوة العلمية الثانية في طب النساء والولادة. تواصل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مدينة المكلا. أهلا بكم. حضر محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالقاهرة اجتماعات لجنة تقديم الدراسات الخاصة باستراتيجية تطوير الكهرباء في حضرموت بحضور مندوب من البنك الدولي. وتقوم شركة ألمانيا حاليا بالقاهرة بإعداد دراسة لتطوير قطاع الكهرباء في حضرموت بالتنسيق مع فريق من المختصين في مؤسسة الكهرباء بالمحافظة. وأكد المحافظ اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بقطاع الكهرباء والتخفيف عن المواطنين، مشيرا إلى الحرص على تنفيذ مشروع مستدام للكهرباء ينهي معاناة المحافظة وفق رؤية مستقبلية تغطي الاحتياجات والتطور العمراني والسكاني. شهد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي صباح اليوم بمدينة المكلا الحفل الخطابي والتكريمي لفعاليات مهرجان اليتيم الذي نظمته مؤسسة الفجر الخيرية لرعاية وتأهيل الأيتام تحت شعار نبي قدوتي. وفي الحفل أعرب وكيل أول حضرموت عن سعادته بحضور هذا الحفل البهيج ومشاركة الأيتام فرحتهم، مشيدا بالدور الريادي والتنموي لمؤسسة الفجر الخيرية في كافة المجالات الاجتماعية والتربوية والتعليمية والصحية وغيرها من المجالات. كما أكد الوكيل بن حبريت على حرص السلطة المحلية بحضرموت على دعم المؤسسات الخيرية التنموية، مشيرا إلى أن مؤسسة ودار الفجر تعد من المؤسسات الرائدة في المحافظة التي تخدم بدرجة أولى الأيتام وإلى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساندة لهم. هذا وكان الوكيل بن حبريش قد طاف بأجنحة الدار متعرفا من مدير دار الفجر على الأنشطة التي تقدمها للأيتام وعدد الأيتام المستفيدين من نظام الدار، بالإضافة إلى عرض بروجكتر استعرض خلاله أهم الأعمال التي تنفذها دار الأيتام. من جانب آخر، تفقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريس صباح اليوم مستشفيي ابن سينا والأمومة والطفولة بمدينة المكلا للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية التي يقدمونها للمواطنين في حضرموت والمحافظات المجاورة. وخلال زيارته التفقدية لمستشفى ابن سينا طاف الوكيل بن حبريش بمعية مدير المستشفى الدكتور العبد ربيع على أقسام المستشفى مطمئنا على الحالات المرضية التي ترقد في العناية المركزة وبقية الأقسام، داعين الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل. كما تعرف من مدير المستشفى على الأجهزة الحديثة التي تم توفيرها من أجهزة مناظير المسالك البولية وأجهزة العظام والأشعة وغيرها، وكذا على المشاكل الحالية التي يعانيها المستشفى. وفي سياق متصل، تفقد وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي القسم الجديد لعزل الأمراض الوبائية بمستشفى المكلا للأمومة والطفولة، كما اطلع على قسم الأطفال وما يحتويه من أجهزة الإنعاش الرئوي المقدم من أطباء بالمملكة العربية السعودية، مشددا على أهمية الحفاظ على هذه الأجهزة لما لها من دور في الحفاظ على أرواح الأطفال المواليد. اطلع وكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي اليوم على استعدادات مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت لمكافحة الأوبئة بالمحافظة. جاء ذلك لدى زيارته التفقدية لمقر الإدارة العامة لصحة ساحل حضرموت، حيث تعرف الوكيل بن حبريش من مدير عام صحة ساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري على مستوى الاستعداد المبكر لمكافحة الأوبئة المنتشرة ومستوى تخزين الأدوية وآلية صرفها، بالإضافة إلى الأنشطة المكتب. وأشاد وكيل أول حضرموت بجهود العاملين في مكتب وزارة الصحة ودورهم الكبير في الحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم كامل الدعم والرعاية لهذا القطاع الحيوي الهام من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في عموم مديريات المحافظة.
عبر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية عن سعادته بما شاهده من وجود لمؤسسات الدولة بوادي وصحراء حضرموت واستمرارها في تقديم الخدمات للمواطن، مشيرا خلال لقائه اليوم بقيادة السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت إلى التنسيق والتعاون بين الوزارة والسلطة المحلية في إنجاح حملة تفويج حجاج بيت الله الحرام عبر منفذ الوديعة. وأشاد الوزير عطية بجهود الشباب المتطوعين في إنجاح حملة التفويج في المواسم الماضية. دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت دكتور رياض حبور الجريري بالمكلا الندوة العلمية الثانية في طب النساء والولادة الممولة من قبل مجموعة رفا للصناعات الدوائية والمنفذة من قبل منظمة حضرموت الصحية. وفي التدشين أكد دكتور الجريري على أهمية استغلال هذه الندوات لتطوير الذات والتي تمس حياة المواطنين بدرجة أولى لما لها من أهمية في تقديم خدمات طبية بصورة جيدة تخدم المواطن وخصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا إحصائيات المواليد والزيادة السكانية بالمحافظة. من جهته حث المدير التنفيذي لمنظمة حضرموت الصحية دكتور مهدي مرعي على أهمية تحسين الخدمات الصحية بشكل عام في المحافظة، مشيرا إلى أن منظمة حضرموت الصحية ساعية في تطوير المجال الصحي بشتى السبل الممكنة. تتواصل منافسات الرماية لوحدات المنطقة العسكرية الثانية تحت إشراف شعبة التدريب بالمنطقة ضمن فعاليات وأنشطة الذكرى الثالثة لمعركة تحرير مدينة المكلا والساحل في يومها الثاني في ميدان لواء الريان في السلاح المعدل والدوشكا، حيث شارك في منافسة سلاح المعدل 15 راميا يمثلون وحدات من المنطقة العسكرية الثانية لمسافة 700 متر، وتوج بالمركز الأول الجندي علي حسن مقيدة من معسكر الأدوات بنتيجة 4 نقاط. وفي منافسات الرماية لسلاح الدوشكا التي شارك فيها 13 راميا مسافة 1500 متر من وحدات المنطقة وحصل على المركز الأول الجندي عمر سالم الأشولي من لواء النخبة بنتيجة 12 نقطة. وكانت المنافسات باليوم الأول والتي قد بدأت في الرماية بالسلاح الآلي. تزداد حدة الانقطاعات المتكررة والعشوائية للتيار الكهربائي بأحياء متفرقة من مدينة المكلا، حيث بلغت في بعض المناطق إلى أكثر من 12 ساعة متفرقة خلال اليوم بنظام ساعتين بساعتين. وفي غضون ذلك صرح مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت المهندس مازن بن مخاشي من العاصمة المصرية القاهرة خلال اللقاء التعرفي بالشخصيات الاجتماعية والطلاب الحضارم الذي كان بضيافة رجل الأعمال المهندس عبد الله بقشان ومحافظ محافظة حضرموت بفندق ستوفتيل الجزيرة أنه خلال الأيام المقبلة ستشهد مدينة المكلا وكافة مدن ساحل حضرموت استقرارا تام وتحسن كبير في تشغيل منظومة الكهرباء. وأفاد بأن المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت مهتمة بمتابعة مشاكل الكهرباء والسعي لإيجاد حلول قبل دخول شهر رمضان لهذا العام. ناشد عمال وموظفو المؤسسة العامة لكهرباء ساحل حضرموت محافظ محافظة حضرموت بالتدخل السريع في حسم ملف أراضي الكهرباء العالق منذ 10 أعوام في أروقة العقارة. جاء ذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال وموظفو الكهرباء أمام مبنى إدارة كهرباء المنورة، ورفع المحتجون لافتات تطالب محاسبة من أخفى ملف الأراضي. وقد عبر عمال المؤسسة من خلال الوقفة عن تمسكهم بالنظام والقانون مطالبين السلطة بالتدخل قبل تفاقم المشكلة والتصعيد. وأكد عمال الكهرباء على تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام مبنى دار العقار في 10 أبريل لإيصال رسالتهم إلى الجهات المعنية. ناقش المدير العام لمكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت الأستاذ خالد القحوم مع مدير عام شركة سلام للتسويق والإعلان راضي منصور الأفكار والأنشطة والفعاليات للاحتفاء بمهرجان البلدة السياحي. وتطرق النقاش إلى اتجاهات المهرجان الثقافية والتوعوية والمسرحية والسياحية والشبابية والرياضية والفنية والترفيهية لخلق شراكة تنفيذية تكاملية، ورفع تصور المطلوب بتنظيم هذا المهرجان وتقديمه للاجتماع الدوري 5 شهر مايو القادم
للمكتب التنفيذي. وقد أشار المدير العام لمكتب وزارة الثقافة إلى أن هناك العديد من الأفكار المتميزة التي تم تداولها ودراستها، تؤكد أهمية تنظيم فعاليات وأنشطة نوعية تجعل هذا المهرجان أكثر نجاحاً وجاذبية لكل الزوار المستفيدين من هذا المهرجان السياحي الثقافي الاجتماعي الذي تشهده سواحل حضرموت خلال الأيام نجمي البلدة. دشنا صباح اليوم مدير عام مديرية دوعن سالم بانخر بمعية أركان حرب لواء شباب المقدم ركن محمد سعيد العمودي عملية توزيع السلة الغذائية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي لمناطق وادي دوعن. وفي التدشين ثمن مدير عام دوعن دور الهلال الأحمر الإماراتي بدعم العديد من المشاريع، مقدما الشكر لهم على توزيع هذه السلة الغذائية التي تعتبر باكورة أعمالهم لتوزيع السلل لمناطق دوعن. ويبلغ عدد السلل المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي 2500 سلة سيتم توزيعها على الأسر المستفيدة في مناطق أعلى وادي دوعن من لجرات إلى رباط باعشن. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وكيل أول حضرموت تتفقد مستشفيي ابن سينا والأمومة والطفولة ويطلع على نشاط صحة ساحل حضرموت. المكلا تشهد تدشين الندوة العلمية الثانية في كتب النساء والولادة. تواصل الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مدينة المكلا. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.